واضح، شكرا جزيلا لك لمشاركتك لنا في هذه الحلقة. طيب، الأسئلة على ما يبدو يعني لازالت تتوارد الاتصالات في هذه الحلقة كما هي العادة مع فضيلتكم، فيما يتعلق هنا بالسؤال الأول المتعلق بالعملة الأجنبية والعملة المحلية وتغير نعم، القيمة. بالنسبة للعملة لها ثلاثة أحوال، العملات المحلية. الحالة الأولى أن تبطل بالكلية، مثل أن تلغى العملة كالفرنك الفرنسي قبل أن نعم يقوم الاتحاد الأوروبي وتوجد عملة اليورو. فإذا كان الدين بتلك العملة وألغيت فإنه ينظر إلى قيمتها في وقت تحمله فيدفع له قيمتها من عملة أخرى. جميل. الصورة الثانية أن تنقص قيمتها نقصا عاديا، وهذا لا اعتبار له، ما دون الثلث لا اعتبار له. ما دون الثلث. اي نعم. الصورة الثالثة أن تنقص قيمتها بالثلث فصاعدا، تنهار يعني. مثل ما حصل في الكوينزل لعملة أنغولا، فإنها نقصت قيمتها 700%. فحينئذ لا بد أن يتفق الطرفان الدائن والمدين على قيمة ليست مشحفة بالتراضي. لواحد منهما بالتراضي. نعم. وإذا لم يتراضيا فإن القاضي أو من يحكمانه من المسلمين هو الذي يحكم في الأمر. والثلث هو المعيار على الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن صلى الله عليه أبي وسلم. وقاص: والثلث كثير. ولأنه الذي اعتبره الفقهاء فيما يتعلق بالغبن، كما قال أبو بكر بن عاصم الأندلسي رحمه الله: من بغبن في مبيع قام فشرطه أن لا يجوز العامة، وأن يكون عالما بما صنع، والغبن بالثلث فما زاد وقع. فإذا الغبن كله لا يكون إلا بالثلث فما زاد، نعم. أما ما كان أقل من ذلك فليس بكثير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والثلث كثير. صحيح. فلذلك تقوم العملة، لا يمكن أن تلزمه بدفع قيمة ذلك من الدولار الآن، لأن ذلك قد يكون إشحافا عليه وأنت لم تعطه دولارا، ولكن تتفقان على سعر وسط بين ذلك، فإنه لا يقضيك بالكوينز الآن لأن هذا غبن عليك شديد، وأيضا تتفقان على وضيعة تضعها أنت عنه من نعم. ذلك ويدفع إليك الباقي. نعم. جميل.